تعالوا نشوف الاول مقادير السمك الفيليه عشان عايزه اتبله وبعد كده نعمل الرز. عباره عن ايه؟ عباره عن بصل متقطع شرايح رفيعه وليمون وكريمه وسمك فيليه قشر بياض زي ما انتم شايفين كده، ومعانا كمان كرفس وثوم مفروم. انا عملت التتبيله دي عشان تبقى جاهزه. التتبيله دي عباره عن ليمون وخل عنب وكرفس وملح وفلفل وكمون، وهزود عليها كمان بابريكا. خلاص هزود كده البابريكا واحط السمك. هنا نعمل الصوص بتاع السمك الفيليه. هنعمل ايه بقى؟ هنعوز ايه؟ هنعوز زبده، هي اصلا زبده بالكرفس، وثوم مفروم، وبصل كده بس، وهقلب كده كويس قوي. الكرفس عشان عايزاه بقى يبتدي يدبل مع البصل.